المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم. أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، تم فيه استعراض مسيرة العلاقات السودانية الأمريكية ومستقبلها. وأطلع البرهان وزير الخارجية الأمريكي على سير العملية السياسية بالبلاد والتحديات التي تواجهها، وأكد بلينكين دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان، ووعد بمساعدة بلاده في تذليل العقبات التي تقف في طريقها. وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إقليم دارفور بتقديم الخدمات الضرورية لمواطني زالنجي وتسهيل أسباب العيش الكريم لهم، باعتباره مجتمعا يضم كل أهل السودان ونموذجا للتعايش السلمي. ودعا لدى مخاطبته مساء أمس الإفطار الذي نظمته المبادرة الشبابية لأبناء مدينة زالنجي بالخرطوم بحضور السيد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور وعددا من السادة الوزراء وأعيان مجتمع زالنجي، دعا إلى ضرورة إعادة الأمن والاستقرار لأهالي زالنجي باعتبار أن الأمن والطمأنينة يمثلان عصب الحياة. استقبل نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أمس أنيتا فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، وذلك بحضور السفير إيدان أوهارا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. وبحث اللقاء التطورات السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار من خلال استكمال العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية وصولا إلى تحول ديمقراطي بقيادة الانتخابات. وتطرق اللقاء إلى التطورات في منطقة القرن الإفريقي. وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة عن ترحيبه بزيارة مبعوثة الاتحاد الأوروبي للسودان، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار السودان والمنطقة. دشنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم مشروع إفطار الصائم المقدم من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، الذي يأتي متزامنا مع الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني. وأوضح سفير دولة الإمارات بالخرطوم السفير أحمد محمد الجنيبي أن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى رحيل الشيخ زايد بن سلطان تجسيدا لقيم الوفاء لهذا القائد في مجال العمل الإنساني. وأضاف أن يوم زايد أحد أهم المحطات في أجندة الأعمال السنوية في دولة الإمارات المتحدة، وهو مناسبة للاحتفاء بمناقب الشيخ زايد في مجال العمل الإنساني، مضيفا أن مبادرات الشيخ زايد النوعية أسهمت في التخفيف عن الشعوب في كافة المناطق التي شهدت نزاعات وكوارث. ورياضيا، خرج المريخ من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد خسارته مساء أمس أمام تشرين السوري بهدف في مباراة الإياب باستاد الأمير عبد الله بجدة السعودية. وكان المريخ قد كسب لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفريق السوري بأفضلية الهدف خارج قواعده. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والبرامج تفضلوا بزيارة موقعنا الشروق دوت نت. إلى اللقاء.